مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من قاموس السياسة الذي سنخصصه لتسليط الضوء على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي مع الأستاذة إقبال بن موسى، أستاذة بكلية الحقوق بتونس. مرحبا بك مرحبا. أستاذة. المجلس الوطني التأسيسي شنو بالضبط؟ شنو هي صلاحيته؟ المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس منتخب، سيقوم الشعب التونسي بانتخابه كما تحدد يعني الموعد الآن أخيرا نهار 23 أكتوبر. اللي باش تكون عنده المهمة الأساسية نتاعو هي وضع دستور جديد، صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية. لكن نحب نوضح هنا مسألة عملية، يعني وضع دستور ماهيش تكون المهمة الوحيدة اللي باش يتكفل بها المجلس الوطني التأسيسي، على خاطر من تاريخ انتخاب هذا المجلس إلى حد يعني وضع الدستور ودخوله حازم نفاذ، تونس باش تعيش نظام سياسي نجم نسميوه بالنظام المجلسي. إيش معنى النظام المجلسي؟ يعني عندنا هيئة منتخبة باش تتمركز فيها كل السلطات. إذا هذا المجلس بالإضافة لعملية وضع الدستور باش يتكفل بمهام أخرى، باش يقوم بتعيين حكومة، تعيين رئيس مؤقت، باش يراقب عمل هذه الحكومة اللي باش تكون خاضعة ليه، ما عرفش تكون في علاقة يعني خضوع للمجلس الوطني التأسيسي، باش يلعب دور سلطة تشريعية. لو كان فما يعني ضرورة لسن نص معين هو باش يتكفل بالمسألة هذه، ربما يقوم يعني بالنظر في الميزانية والمصادقة على ميزانية، يعني باش يتولى العديد من المهام إلى حد وضع الدستور ودخول هذا الدستور حيز النفاذ، وثم تنظيم انتخابات على اساس النظام السياسي يلي اللي شي باش يتم اختاروا. اعتماده في الدستور، رئاسيه، برلمانيه الى غير ذلك. وفي التوقيت هذاك يعني تنتهي مهمه المجلس الوطني التاسيسي. المجلس الوطني التأسيسي باش ننتخبوه 23 اكتوبر باش يعمل حكومة، الحكومة من المجلس ولا من خارج؟ معناها ينجم يعني معناها ينجم اعضاء الحكومه ينبثقوا على المجلس هذا، يعني يكونوا اعضاء الحكومه كلهم يعني نواب تم انتخابهم على مستوى المجلس الوطني التاسيسي. لكن منطقيا لا شيء يمنع المجلس الوطني التاسيسي انه يختار يعني عضو من الحكومه ما يكونش نائب في المجلس، لكن يلزم يتم بموافقه يعني جميع اعضاء المجلس الوطني التاسيسي. لكن الارجح انه الحكومه هي باش تنبثق عن هذا المجلس الوطني التاسيسي. هذا إذا كانت ما قعدتش الحكومة والرئيس الحالي. لا أتصور، يعني لا أتصور، يعني لا هو الإمكانية مش التصور، هل ممكن ولا لا؟ هو الحكومة المؤقتة الحالية هي كانت صرحت والرئيس المؤقت أنه حال انتهاء يعني حال انتخاب المجلس الوطني التأسيسي سيسلمون المهام نتاعهم وتنتهي المهام نتاعهم. يعني فما هنا إمكانية هذه نجم تكون واردة لو أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هما تمسكوا يعني بالحكومة الحالية وهما طلبوا يعني من أعضائها والأعضاء هذوما وافقوا، وهو هاي أمر مستبعد يعني نوعا ما. نحبوا نعرفوا هل المجلس من حقه عنده سلطة مطلقة ينجم يكون حكومة ورئيس كما ينجم هو يخلي الموجود ممكن هو عنده السلطات المطلقة يعمل اللي يحب والكاملة، معناه نجم يعمل اللي يحب. به. هذا بالنسبة للحكومة، شنو هو آخر؟ قلت الدستور، يعمل دستور هكا باش تكون هذه هي المهمة الأصلية الأساسية. نتاعو الأساسية، هي صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية. وبالنسبة للآخرين، مجلة القوانين، المجلات الأخرى الكل اللي هي قبل يظل تمت قبل في 55، يظل بورقيبة عملها قبل صحيح، يعني هنا باش يلعب دور زاد سلطه تشريعيه، يعني مراجعه المجله الانتخابيه، مجله الصحافه الى غير ذلك، هي من المهام اللي باش يهتم بها المجلس الوطني التاسيسي، وربما اللي يبرر هالصلاحيات المتعدده نتاعو امر بسيط، وهو سيكون الهيكل الوحيد اللي باش يتمتع بالمشروعيه الشعبيه، الشيء اللي اهله انه باش يلعب دور سلطه تشريعيه. ونظن يعني اساسا يعني سن مجله انتخابيه باش يتكفل بها المجلس هذا، علاش؟ خاطر بعد دخول الدستور حيز النفاذ باش نقوموا بتنظيم انتخابات على انا اي اساس؟ على اساس هالمجله الانتخابيه اللي باش يعدها المجلس الوطني التاسيسي. نتصور حتى المجله معناها المجلس هو اللي يعدها، وهنا يلعب دور سلطه تشريعيه. وميزانيه وكيفاش الامور تسير، مثلا تعيين اشخاص، تعيين مديرين، تعيين ما نعرفش كيفاش يكون يعملها فما التسيير صلاحيه يعني اليومي للدولة بطبيعة بالدولة. الحال. قلنا هو باش يقوم ب يعني تعيين حكومة،
هنالك صلاحيات باش تكون ذات طابع تنفيذي ستجعل بالنظر للحكومه، لكن هنا الحكومه لن تكون يعني مستقل لها استقلاليه تامه، هي ستخضع للمجلس الوطني التاسيسي، يعني ستعمل تحت رقابه المجلس الوطني التاسيسي، يعني سيراقب عمل الحكومه. ونجم نبدلها معناها بطبيعه الحال تخضع تماما يعني المجلس الوطني التاسيسي. باهي، هالمجلس الوطني التاسيسي هذا تو فما لخبطه شويه في اذهان العديدين، هو يقول لك يا اخي هو مجلس النواب، مجلس مستشارين، شنو هو المجلس؟ فيه رئيس، فيه اعضاء، فيه مستشارين، شنو اللي فيه؟ شنو بالضبط؟ هم نواب سينتخبهم الشعب التونسي اللي هو صاحب السياده، لكن ما نجمش يمارس السياده نتاعو مباشره باش ينوب باش ينتخب شكون باش ينوبوا في ممارسه السياده. اذا هالمجلس هذا بيان سور باش يتكون يعني من عدد من الاعضاء اللي هو باش يفوزوا في الانتخابات، وهالنواب هذوما كيف ما سبق وفسرت يعني باش يكون برلمان، يعني يتولى السلطه التشريعيه، باش يكون سلطه تاسيسيه اصليه تقوم بوضع الدستور، باش يخرج منهم ربما اعضاء ويكونوا الحكومه. في خصوص الرئيس المجلس التاسيسي بطبيعه الحال بعد ما يتم انتخابه الاعضاء نتاعو يقوموا هما بانفسهم بانتخاب من بين الاعضاء الرئيس لهذا المجلس الوطني التاسيسي، شكون باش يترأس فما باش يكون فما رئيس بطبيعه الحال بالانتخاب، هما الاعضاء اللي باش يطلعوا المجلس الوطني التاسيسي ينتخبوا من ضمنهم شكون باش يترأس المجلس الوطني التأسيسي. وفما باش يكون فما لجان، شنو كيفاش باش يخدم هذا المجلس؟ بطبيعة الحال باش يكون فما تنظيم يعني داخلي لأعمال هذا المجلس، نتصور باش يكونوا يعني لجنة من الخبراء هي باش تنكب على العملية يعني صياغة نص الدستور، وتنجم بطبيعة الحال تستعين بخبرات يعني من خارج المجلس. وقداش يقعد المجلس هذا؟ بالطبيعة المجلس هذا نذكره راهو عنده فترة معينة وبعد باش نعمل انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية. قداش باش تدوم؟ قداش؟ هنا الاشكال ديما يطرح والسؤال يطرح، هل يمكن تقييد يعني المجلس الوطني التأسيسي بمدة زمنية معينة؟ هنا نحب نربط من فضلك مع الأمر اللي هو اصدار في الرائد الرسمي ودعاء للانتخاب المجلس الوطني التأسيسي اليوم 24 جويلية 2011. بطبيعة الحال هذا الأمر ماهوش معناه لن يتم تطبيقه بما أن يعني تم التراجع عن هذا التاريخ، لكن استرعى انتباهي في هذا الأمر أنه حدد المدة الزمنية الموكولة للمجلس التأسيسي لصياغة الدستور، يقول في ظرف سنة. يعني من الناحية القانونية البحتة هذا الأمر لا يستقيم، ما نجمش أمر واللي هو المرتبة نتاعو في سلم القواعد القانونية مرتبة من الدنيا نوعا ما يجي معناها ويقيد المجلس الوطني التأسيسي. يعني مبدئيا المده نتاع العمل نتاع المجلس التاسيسي الوطني التاسيسي باش تكون يعني المده الضروريه لصياغه دستور ودخول حيز النفاذ. هي مده ضروريه معناها ينجم يقعد حتى 10 سنين. هنا ديما فما مشكله، فما مشكله نتاع الثقه هنا، فما مشكله نتاع الثقه ديما معناها نسمعوها في بعض الحالات، واللي هي معناها نوع من التوجس والريبه في اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ظهر لي ماهوش في محلها. يعني الشعب التونسي باش يختار يعني بكل حريه النواب هذو يجمع فيهم شويه الثقه، خاطر فما برشا حديث ينجموا يقعدوا 10 سنين ونجموا يعطيوا وياخذوا معناها يعني شهريات يعني ضخمه الى غير ذلك ويعجبهم يعني لا يزلنا نكون عندنا يعني شويه ثقه في الاعضاء هذوما اللي باش نختاروهم يعني بكل حريه. نتصور باش معناها ياخذوا الوقت زاد الضروري لاعداد الدستور، يعني نتصوروا كان حددناهم بتوقيت معين وهو قلت امر لا يستقيم من الناحيه القانونيه، لكن لنفرض ونفرض اللي جاء التوقيت هذاك وما ما 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 تمش صياغه الدستور بالشكل الملائم، فما مسائل وقفنا فيهم، فما مسائل النقاش يعني يتعطل في خصوصهم الى غير ذلك، شنو يكون الحل يعني في زادوهم؟ ما صارت في الجمهوريه الرابعه في فرنسا ولا زادوهم 6 اشهر؟ هي قلت لك نرجع هنا للمنطق. المجلس الوطني التاسيسي سلطه عليا غير مقيده وغير مشروطه، لا يمكن تقييدها خاصه بواسطة أمر صادر عن سلطة مؤقتة ولا تتمتع بالشرعية بالمشروعية. بين من توا حتى يتم انتخاب مجلس تأسيسي ويحضروا الدستور ويحضروا المجلات ولا ينقحوا فيها الموجودة،
كيفاش باش يتم تنظيم السلطات، يعني التنظيم المؤقت اللي قاعدين به هو باش يقعد والا باش يصير كما قبل يعاودوا معناها قرار اخر بتاع تنظيم مؤقت للسلطات العموميه؟ هو المرسوم اللي ينظم يعني ويضع تنظيم مؤقت للسلطات العموميه واللي هو ساري المفعول حاليا، باش يقعد ساري المفعول الى حدود 23 اكتوبر. وهنا فما شكون حكى قال كان توخر الانتخابات نجموا نجيو في حاله فراغ الى غير ذلك، من الناحيه القانونيه ليس هنالك حاله فراغ. هذا كان نرجع النص نتاع هذا التنظيم المؤقت للسلطات العموميه، هو لم يضع يعني تاريخ وموعد محدد للتنظيم المؤقت، ما قالش نهار 24 جويليه راهو بشوف التنظيم المؤقت، يقول الى ان يتم انتخاب المجلس الوطني التاسيسي يعني يبدا في المهام نتاعو. في هذه الحاله ينتهي المفعول نتاع هالمرسوم نتاع التنظيم المؤقت، والمجلس هو اللي يحط نص ينظم به السلطات العموميه. باه باش نلخص، معناها المجلس التاسيسي هذا باش ننتخبوه نهار 23 اكتوبر، هو له مجلس النواب وله مجلس مستشارين وله حد شيء، هذا مجلس باش يعمل لنا دستور، كان طب احنا ما عندناش دستور، باش بعده على اساسه نعمل انتخابات اخرى، معناها في ظرف معين كما تقول انت ضروري. اي باش يحدث. بالضبط. شكون اللي نجم يترشح له المجلس هذا؟ اي شخص، اي مواطن، وشنو هي صفاته وشنو هي كيفاه بالضبط؟ المرسوم الخاص بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ضبط شروط الترشح. ضبط شروط الترشح يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي أن يكون ناخبا، يكون ناخب يعني توفر فيه شروط الناخب، يعني يكون مرسم على القائمات الانتخابية. شرط أدنى في السن اللي هي 23 سنة. شرط دنيا يعني 23 سنة بطبيعة الحال فما فوق. وضع يعني جمله من الحظر معناها من الموانع للترشح، وهذه اللي اثارت اشكال وخليت النص يعني يوخر في المرسوم هذا باش يخرج، اللي هو الفصل 15 هو كل الجدل اللي وقع في خصوص الفصل 15 اللي في نهايه الامر انتهى بنوع معناها من الصياغه توافقيه. هو كيف كانت تذكر كان فما اخذ ورد، يعني منع اللي تحمل مسؤوليه في الحكومه 10 سنين ولا 10 سنين ولا 23 سنه الى غير ذلك. النص يعني الصيغه الحاليه ما ضبطتش 10 ولا 23، تقول كل من تحمل مسؤوليه حكوميه خلال عهد الرئيس السابق، وعطات استثناء للاشخاص اللي ما ينتميوش للتجمع الدستوري الديمقراطي. يعني فما عدد هو قليل من الاشخاص اللي تحملوا مسؤوليه حكوميه خاصه يعني في المده الاولى يعني بعد 87 وما كانوش ينتميوا لتجمع الدستوري الديمقراطي، هذوما ما يشملهمش منع الترشح، يعني نجموا يترشحوا. والمنع يسري على اللي تولوا مسؤوليه في هيكل التجمع الدستوري الديمقراطي. فما نص باش يصدر يعني امر باش يوضح شنو نقصدوا بهيكل التجمع الديمقراطي بالضبط. وبالنسبه معنى اي تونسي جنسيته تونسيه عنده الحق يترشح للمجلس هذا؟ بما انه النص ما حددش يقول ان يكون ناخب، دونك المترشح يجب ان يكون ناخبا. كي نرجعوا لشروط الناخب نلقاو حق الانتخاب هو لكل التونسيين والتونسيات. اذا كان النص ما يحددش معناه لازم ناخذوا على اطلاقه اي تونسي، سواء استمد الجنسيه التونسيه نتاعو من الاب او من الام او حتى عن طريق التجنيس، يعني نجم يكون حصل على الجنسيه التونسيه عن طريق التجنيس ودون تحديد، يعني دون ربط بمده معينه، نجم يتجنس يعني حتى منذ فتره قصيره. النص ما يمنعوش انه باش يكون ناخب وما يمنعوش انه باش يترشح لعضويه المجلس الوطني التاسيسي. وبالنسبه تو مثلا الولايات ولا قاضي ولا عنده الحق يترشح المجلس التاسيسي؟ المرسوم يسمح للولايات للقضاه للمعتمدين الى غير ذلك ان يترشحوا، لكن بعد ان يقدموا استقالتهم من مناصبهم، يقدموا استقالتهم من مناصبهم، هذا اذا شرط اول. وشرط ثاني حتى بعد تقديم الاستقاله ما نجموش يترشحوا في نفس الدائره اللي هما معناها قاموا فيها بالوظائف نتاعهم، باش ما يستغلوش يعني يمكن السلطه ولا النفوذ نتاعهم ولا الصيت نتاعهم اللي استمدوه من الوظيفه نتاعهم في العمليه الانتخابيه. وقداش من واحد في المجلس التاسيسي؟ معناها محدود بعدد ولا هو باش يخرج النص
باش يضبط عدد يضبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويضبط تقسيم الدوائر الانتخابية. أما كيفاش نوصلوا له هو العدد؟ كيفاش باش نوصلوا له؟ باش نوصلوا له بكل بساطة على أساس القاعدة اللي حطها المرسوم، نائب لكل 60,000 ساكن. ناس يقولنا نائب لكل 60,000 ساكن. وبالنسبة للولايات اللي باش يكون هنا، فما المرسوم أحدث يعني أصناف من الولايات، فما الدوائر الانتخابية اللي باش يكون العدد السكان فيها أقل من 270,000 ساكن. بعد ما نطبقوا قاعدة نائب لكل 60,000 ساكن، باش نزيدوا نعطيوهم نضيفوا لهم زوز نواب. وفما صنف ثاني اللي هما الولايات اللي تكون عدد السكان فيها ما بين 270,000 و500,000 ساكن. بعد ما نطبقوا القاعده العاديه اللي هي نائب لكل 60,000 ساكن، باش نعطيوهم يعني اضافه، باش نضيفوا لهم مقعد اضافي. مقعد اضافي واضح يعني اون فان كونت، باش يكون عندنا ثلاثه نجم نقولوا اصناف من الولايات. الولايات اللي هي تعد تعدادها اقل من 270,000 ساكن، نبداو بتطبيق القاعده العاديه اللي هي نائب كل 60,000 ساكن، نلقاو عدد المقاعد نزيدو نضيفوا لهم زوز مقاعد. وفما عدد من الولايات تتراوح الاعداد نتاعها عدد سكانها ما بين 270,000 و500، نبداو بتطبيق القاعده العاديه باش نلقاو عدد المقاعد، بعد نزيدو نضيفوا لها نعزوا لها يعني الحضور التمثيليه نتاعها بمقعد اضافي. وفما بطبيعه الحال الفئه الثالثه اللي هي معناها ما نمشيش نضيفوا لهم حتى شيء، خاطر ديجا يعني باش يكون تمثيلهم قوي نظرا للكثافه السكانيه الهامه نتاعهم. توا معناها 23 اكتوبر باش ننتخبوا المجلس التأسيسي، كل واحد اللي عنده حق باش ينخب بيهز بطاقه تعريف وباش يمشي يختار قائمه ولا قائمات ولا كيفاش تتم العمليه، باش يختار المرشحين اللي يحب يصوت لهم. تحكي على يوم التصويت. يوم التصويت. يوم التصويت. نحب نوضح حاجه، التصويت الساعه في خصوص مسألة التصويت، باش يكون فما بطاقة واحدة موحدة للتصويت، مش يكون فما يعني بطاقات مختلفة بعدد القائمات المترشحة. باش يكون فما بطاقة تصويت موحدة تتضمن هي كل القائمات المترشحة، وكل قائمة يوجد الرمز المناسب لها، والمترشح يخذك الورقه هذيك الموحده، يدخل الخلوه ويحط. هذا تو اش قرروا تو؟ هذا ايش موجود في النص؟ هذا هذا معناها تو وصلنا اكثر من 80 حزب، معناها تنجم تلقى ورقه فيها 80. هذا كان في دائره انتخابيه معينه باش تقدم الاحزاب الكل، خاطر ما نتصورش ان الاحزاب الكل باش تقدم في كل الدوائر الانتخابيه راه. يعني هنا كل حزب حسب يعني الانتشار نتاع الانصار نتاعو الى غير ذلك، نجم يترشح وفي دوائر انتخابيه ونجم ما يترشحش في دوائر انتخابيه اخرى. وكيف كيف فما احزاب تنجم تتحالف فيما بينها. معناها الناخب مسكين اللي في بلاصه مترشحين فيها الكل، ما انا يحب له وقيد باش يقراهم الكل. كيف الهند يعني تبدا غولو معناها ورقه التصويت. باه نزيدوا نذكروا انتخاب المجلس الوطني التاسيسي صار احنا عندنا بعد الاستقلال هك ولا؟ معناها بعد الاستقلال صار زاد عملنا، كيفاش كان نذكروا شنو صار بالضبط بعد الاستقلال؟ معناها المجلس الوطني التأسيسي عام 55 كيف هكا معناها كما اللي صاير توا؟ والله في المجلس القومي التأسيسي فما برشا معطيات مختلفة، مثلا على مستوى الناخبين شكون اللي تم انتخابه، فما برشا فئات تم إقصاء. يعني كنحب نذكرك النساء ما شاركتش في العملية، وهنا فما تطور كبير نجم نقارنه ما بين التاريخ هذاك يعني بين الاستقلال والفترة هذيا. يعني في الانتخاب المجلس الوطني القومي التأسيسي المرأة ما شاركتش حتى في عملية التصويت، وتوا في المجلس هذيا نلقاو قاعدة التناصف. التناصف اللي القائمات لا تقبل الا اذا احترمت قاعده التناصف، يعني عدد المترشحين يكون بالتساوي ما بين الذكور والاناث بطبيعه الحال، باستثناء كي يكون العدد فردي. راك تبدا مثلا دائره الانتخابيه عدد المقاعد اللي باش يسند فيها هو عدد فردي، مثلا 7 مقاعد. في هذه الحاله ما نجموش نطبقوا قاعده التناصف، راهي نجم يكون فما معناها راجل اكثر من عدد النساء ولا العكس يعني ممكن. وهنا يعني حب نذكر ديما راهو بالنسبه للقائمات المترشحه يلزم عدد المترشحين فيها مساوي لعدد المقاعد باش يتم توزيعها على مستوى الدائره الانتخابيه. يعني دائره انتخابيه باش يتم توزيع 8 مقاعد، يلزم القائمات المترشحه الكل يكون فيها 8 مترشحين.
دائره انتخابيه بعد ما نطبقوا قاعده نائب لكل 60,000 ساكن اكسيتيرا، تكون مثلا عدد المقاعد 9، يلزم يلزم القائمات القائمة. المترشحه تبدا فيها 9 مترشحين. ويحترم بطبيعه الحال تحترم قاعده التناصف. واكثر من هذا ثم الفصل وكي يتنحى 33 واحد ولا من القائمة يخرج تنجي من منها. فضلك نكمل. فما قيد اخر في تكوين القائمات خاطر الفصل 33 يعني فيما عدا مسألة التناصف يقول وأحد المترشحين لازم يكون سنه أقل من 30 سنة. إذا هذه مسألة أخرى يلزمها تتوفر في القائمة المترشحة، يلزم عدد واحد على الأقل المترشحين فيها يقل السن نتاعو على 30 سنة، وهذا معناه تشجيع الشباب. معناه التناصف وتشجيع الشباب أقل من 30 سنة ولازم تكون كاملة. وفما مسألة أخرى يقول وتعمل القائمات على أن يكون المترشحين من معتمديات مختلفة في الدير، لكن هنا ماهيش مسألة تعملوا معناها تحاول. كان خلطت خلطت كان ما خلطت مش مشكلة. لكن بالنسبة مثلا المترشح اللي سنه أقل من 30 سنة هي يعني هو أمر ضروري، لكن بطبيعة الحال هو المنطق انه باش يكون فما اكثر تشريك للشباب في المجلس الوطني التاسيسي، لكن هذا لا يتحقق بطبيعه الحال لو كان هالشاب اللي باش نحطوه في القائمه يكون يعني في المرتبه نتاعو يعني في ترتيبه في القائمه مرتبه يعني متاخره، تكون حظوظه يعني قليله جدا في هو النظام الانتخابي الاكثريه رئيس القائمه هو رئيس القائمه، وربما شيء. اللي يجي في المرتبه الثانيه تكون حظوظهم اكبر. قلنا كان تنحى واحد ينسحب من القائمه شنو يصير؟ النص معناها اعطاه حل للفرضيه هذه. ساعة يقول لك يمكن للقائمة أن تسحب ترشحها، لكن الأمر هذا لازم يتم 48 ساعة قبل يوم الاقتراع. يعني بعد لا مش ممكن. الآن الإشكالية طرحها أنت، مش القائمة الكل قدمت معناها سحبت ترشحها، فما طرف في القائمة فما شخص مترشح يسحب الترشح نتاعو. النص يقول لنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلم رئيس القائمة اللي يلزمه في ظرف 24 ساعة يقدم يعني بديل للمرشح المنسحب، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة التناصف. يعني كان اللي انسحبت مثلا امرأة يلزم البديل تكون امرأة والعكس كذلك. في الختام معناها وبطبيعة يلزم اللي يصوت يصوت على القائمة الكل، راه مش بيختار اسم من الأسماء. لا فماش إمكانية نتاع مزج وشطب إلى غير ذلك، باش تكون عندك كما قلت يعني ورقة تصويت موحدة فيها كل القائمات المتنافسة قدام القائمة اللي هو يختارها يحط علامة قطع ومقطوع. في الختام الأستاذ أقبال بن موسى شكرا لك على هذه التوضيحات، وزيد نذكر مرة أخرى لو المجلس الوطني التأسيسي اللي تم انتخابه إن شاء الله نهار 23 أكتوبر راهو مش انتخابات رئاسية وتشريعية أو بلدية، راهو باش يحضرنا دستور اللي بعده في فترة معينة باش نقوموا بانتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية زاد هكا ولا حسب النظام السياسي. حسب النظام السياسي باش نختاروا. ما نتخيلش الدستور باش ينظم الانتخابات البلديه، لكن اساسا الانتخابات التشريعيه والرئاسيه يعني لو اخترنا يعني رئيس منتخب. البلديه علاش مش داخله معاهم؟ لا الانتخابات البلديه فما نص يعني ينظم الانتخابات البلديه، القانون الانتخابي يعني عاده ما نلقاوش في الدستور يعني تنظيم للقواعد تنظم الانتخابات البلديه. على الاقل المجلس الوطني زاد باش ينظر في بطبيعه الحال. بطبيعه الحال. شكرا لك مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام نبقى مع بقية الأحزاب السياسية مع الدكتور عبد القادر الجديدي، فابقوا معنا.